البطوله الرابعه بتدخل فعلا دولاب بطولات النادي الاهلي عن طريق ابطال افريقيا، الكابتن حمدي الصافي، الكابتن ياسر صلاح مع المدرب العام الكابتن ياسر صلاح، طبعا احد نجوم النادي الاهلي والمدرب العام لفريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن ياسر، البطوله الرابعه بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، بتشوف الانجاز ازاي؟ الدوري وافريقيا البطوله العربيه كمان بطوله كاس مصر، شايفها ازاي وشايف الانجاز الكبير ده ازاي يا كابتن ياسر؟ والله هو اول حاجه واحد بيحمد ربنا الحمد لله على كل شيء، يعني ده طبعا كله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا والسنه دي يعني الفرقه كلها تعبت، كان موسم صعب جدا علينا لان احنا اصلا بادئين من شهر 6 نص 6 لحد دلوقتي تقريبا بقالنا شهرين وشويه مع بعضنا، كل الفرقه كلها لعيبه مدربين بجهاز من قبل معسكر سلوفينيا لغايه معسكر بطوله افريقيا لحد دلوقتي. طبعا بشكر كل الناس تعبت قوي السنه دي معانا بجد، والحمد لله كانوا ماشيين بشكل كويس قوي وربنا كرمنا الحمد لله. الحاجات المميزه والرائعه اللي احنا بناكد عليها الشباب والخبره والتوليفه المميزه اللي الكابتن حمدي والكابتن ياسر عاملها دي بتفيدنا بشكل كبير جدا من موضوع الروتيشن، احنا بنحاول ان احنا نريح اللعيبه وننزلها تاني، بتشوف الموضوع ده والمجهود الكبير ده ازاي يا كابتن ياسر؟ والله بص احنا اصلا من تقريبا اربع سنين لما احنا ومسكنا الفرقه اول حاجه عملناها ان احنا صعدنا ناس صغيرين والحمد لله لحد النهارده الفرقه كلها يعني فيها في منها ناشئين تحت 17 سنه وتحت 18 سنه، يعني الحمد لله دايما في حلو تكتيك مع الفرقه الحمد لله. تقول ايه للكابتن حمدي الصافي للبنات الابطال ابطال افريقيا عايزين مزيد من البطولات يا كابتن ياسر؟ لسه طبعا مبروك جدا الحمد لله رب العالمين على كل شيء، ومبروك كابتن حمدي وكل اللعيبه والنادي الاهلي وكل المجموعه. ألف مبروك، شكرا، مبارك من جديد.